نادر حواش لعب مود الكالوشه لنادر ياخدها تاني لعيبه النادي الاسماعيلي. نادر فرج ترقيصه حلوه يا ولد يا لعيب، نادر يحطها لنفسه، ممكن نادر خطير خطير، عرضيه ركله جزاء للنادي الاسماعيلي. يا ولد يا نادر يا فرج، هو اللي عمل الخطوره وهو اللي عمل فيلم الرعب اللي فات ده. نادر فرج يجيب ضرب الجزاء بالمهاره، انما الراجل ادى ايه؟ هل ادى تسلل؟ هل ادى تسلل على ايريك تراوري؟ هنشوف كده اللعبه، هنشوف اللعبه. رايه المساعد احمد زيدان، ادي نادر فرج، نادر راح. هل ايريك تراوري متداخل بقى في اللعبه عشان كده ادى القرار بتاعه؟ ادي اللعبه. وهل ايريك تراوري بعد العرضيه اللي عملها نادر فرج بركله جزاء للنادي الاسماعيلي مع الدقيقه 60 وانذار لصبيحه؟ هنشوف الحوار اللي ما بين رضا السيد وعماد حمدي، هو اللي هيسدد ولا مين؟ عماد حمدي فعلا هو اللي واقف على الكوره. هدف وحيد للنادي الاسماعيلي في الدوري الموسم الحالي، اللقاء اللي فازوا بيه في الاسبوع الماضي عن طريق علي الملواني، واهتزت شباكهم بهدف وحيد برضو في لقاء سيراميكا. وكابتن التيم عماد حمدي في حوار مع رضا السيد، الاسماعيلي وفرصه التقدم. حمد ابراهيم مش عايز يبص على الكوره، ادي الكلام اللي انا بقوله، الضغط على المدربين والتوتر وكل حمل الفرقه والجماهير على كتف المدرب. عماد، عماد ورضا، عماد، انما رضا السيد يتالق، رضا السيد يتالق، وعماد حمدي يحطها، تحس ان هو حاططها سهله، كان داخل بيقول لرضا هحطها على شمالك. هنشوف كده الحكم هل هيعيد كده ان هو تقدم ولا ايه؟ هنشوف كده. هل ابراهيم محمد ادى خلاص ضربه ركنيه؟ وهل بيعيد اللعبه بتاعت رضا السيد؟ انما رضا راح للكره كويس قوي ومتوقعها وخلاص، ضربه ركنيه، فرمان بضربه ركنيه لصالح النادي الاسماعيلي، ويضيع عماد حمدي فرصه التقدم في الدقيقه 61. ترجع الكره من جديد، انما قلت لقاء في حماس كبير. احمد عادل ضغط عليه شكشك، طلع طويله اماميه على وسط الملعب قبل مودي ناصر يردها تاني، ويبدأوا هجمة في اتجاه أحمد نادر حواش. آدي لعبة عماد حمدي، راح لها كويس قوي رضا السيد، برافو يا ولد يا لعيب. وقلت إن عماد حمدي حاططها في ضرب الجزاء، تحس إنها صريحة، الراجل داخل وحاططها وقاريها رضا كويس قوي. وضربة حرة، حاتم سكر، الإسماعيلي اتأخر بجون، دقيقة 67 عن طريق مصطفى شكشك. فاول من مكان حلو قوي، بيركز حاتم عشان ينشن على حد من زمايله، يعلقها بعيده ويدي ركله جزاء، ركله جزاء، لمسه يد وركله جزاء تانية للنادي الاسماعيلي. لا، مباراه في الشوط الثاني بقت اكتر اثاره، سواء بركله الجزاء بتاعت عماد حمدي او الجون الجميل اللي جابه شكشك. وادي ركله جزاء بيديها على طول ابراهيم محمد، ادي اللعبه، وادي الحدوته من اولها، وشكشك كده اللي جاب الجون هي اللي خبطت الكوره في ايده. ادي اللعبه اهي، والراجل ظهره للكوره، وقرار على طول من ابراهيم محمد بركله جزاء لصالح النادي الاسماعيلي. هنشوف القرار النهائي بعد العرضيه اللي عملها حاتم سكر، وقلت فاول من مكان حلو قوي الكوره اللي اتعملت. جماهير النادي الاسماعيلي تترقب الحوار ما بين خالد النبريسي ورضا السيد. خالد ورضا، خالد ورضا، يا ولد يا رضا، مش ممكن الولد ده، مش ممكن الولد رضا السيد. خالد النبريسي في نفس الزاويه ونفس الشكل بتاع عماد حمدي وبنفس التالق لرضا السيد. رضا السيد يتعملق ويتالق ويشيل ضربتين جزاء، مش ممكن، مش ممكن النهارده لعيبه النادي الاسماعيلي ضربتين جزاء، الدقيقه 60 والدقيقه 71، وبطل اللقطتين هو رضا السيد. حالة عدم توفيق للعيبة وحالة إجادة وتألق وتعملق لرضا السيد اللي بيلعب النهاردة، قلت تاني مباراة ليه في دوري الموسم الحالي. أدي اللعبة، والراجل متوقع ورايح وعامل التراي 10 على 10، نموذج رضا السيد. أدي اللعبة اهو، بقول نفس الشكل كأن لعبة عماد حمدي بتتعاد،